تفضيلات الفوتوشوب: تحكم بعمل المهام الأساسية، حيث يمكنك تغيير التفضيلات. دعني الآن أريك كيفية الوصول للتفضيلات، وسأقترح بعض التعديلات على الإعدادات لتغييرها في الفوتوشوب. وللوصول إلى التفضيلات سأتجه إلى قائمة Edit، ثم اختيار Preferences، ومن ثم General. في العمود إلى اليسار توجد فئات التفضيلات، ولنلقي نظرة على Interface. هنا في العمود إلى اليسار وهناك تفضيل أود تغييره هنا، وهو Show Tool Tips، وهي المربع الأصفر الصغير الذي يظهر عند تمرير الماوس فوق أداة أو أمر، وهي قد تكون مفيدة. ولكن إذا كنت تتعلم الفوتوشوب ولكن كلما تقدمت في البرنامج فقد تتدخل وتلهي، لذا فقد تود إلغاءها بإزالة التفعيل هنا. وإذا أردت إلغاء ميزة العرض الجديدة ضمن النافذة المشتركة، أزل التفعيل عن الخيارين في أسفل قسم Panels and Documents. سأنتقل الآن إلى قسم File Handling من التفضيلات لأريكم هذا التفضيل Maximize PSD and PSP Files Compatibility. إنها عبارة طويلة، ولكن معناها الأساسي هو أنه عندما تقوم بحفظ مستند، فهل تريد من الفوتوشوب إنشاء طبقة تركيبية مخفية تجمع كل طبقات الملف؟ وهو شيء آمن، لأنها تساعد البرامج الأخرى والنسخ الأقدم من الفوتوشوب على قراءة ملفاتك. والتصرف الافتراضي هنا هو السؤال Ask، ويعني أنه كل مرة تحفظ ملفك سيسألك الفوتوشوب إذا كنت تريد القيام بذلك. وأقترح التغيير إلى Always ليتم التصرف دائما هكذا في الخلفية دون أن يتم سؤالك كل مرة تقوم بحفظ ملف. التبويب التالي من التفضيلات تتعامل مع أداء الفوتوشوب CS4. ففي CS4 هناك ميزات جديدة معتمدة على تكنولوجيا OpenGL، وسأريك بعض هذه الميزات في درس قادم. فإذا لم تحصل على النتائج التي رأيتها في الدروس، توجه هنا إلى التبويب Performance والاطلاع على بطاقة الإظهار التي وجدها الفوتوشوب على جهازك. سأنتقل الآن إلى تبويب المؤشر كورسر، وأقترح عليك تغيير طريقة عرض رأس الفرشاة على المؤشر. وإذا تركت الخيار Normal Brush Tip واستعملت فرشاة ناعمة أو مشوشة، فإن الأيقونة المدورة التي تمثل رأس المؤشر والفرشاة لن تحدد تماما أين سيتم الاطلاع على الشاشة. لذا بدل إلى الخيار Full Size Brush Tip لتحصل على رؤية أفضل لمكان طلاء الفراشي، وهذا ينطبق على الفراشي والأدوات الأخرى التي تستخدم رأس الفرشاة مثل Burn, Dodge, Sharpen, Healing Brush, Eraser, Clone, Stamp. وكما أريد تفعيل Show Crosshair in Brush Tip، ويمكنك رؤية هذه الأيقونة، أنك ستحصل على صليب في مركز رأس الفرشاة. وعلى اليمين يمكنك تغيير عرض بقية المؤشرات. فإذا أردت عرض أيقونة الأداء المستخدمة، دع الخيار Standard. ولكن إذا أردت رؤية مكان عمل الأداة بالتحديد، بدل إلى Precise لتحصل على أيقونة الهدف على كل أداة سأعود إلى Standard لترى الأداة المستخدمة من خلال الدروس. أريد شرح تفضيل آخر هنا في فئة Units and Rulers. في الحالة الافتراضية فإن واحدة قياس المسطرة هي الإنش، فالمسطرة في أعلى وجانب نافذة المستند سوف تقيس بالإنش. وإن كنت مصمم ويف فقد تود تغيير واحدة القياس إلى البكسل. أما إذا لم تكن تقوم بذلك كثيرا، فدع الواحدة هي الإنش، وغير القياس حسب المهمة التي تقوم بها كما شرحت في درس سابق. الآن أضغط OK لحفظ التغييرات. بعض التفضيلات ستتفعل فورا، فيما يحتاج بعضها الآخر إلى إعادة تشغيل الفوتوشوب لملاحظة التغيير. وهذه هي اقتراحات ضبط التفضيلات لجعله مخصصا ليلائم الحاجات التي تريد في الفوتوشوب CS4. يمتلك الفوتوشوب عدد من ميزات إدارة اللون، هدفها جعل اللون الذي تراه على الشاشة مطابقا للون الطباعة. إذا كنت تنشئ صور للويب، وهذا تحدي لأن كل طابعة أو شاشة تأخذ القيم العددية التي تشكل اللون وتتعامل معها بأشكال مختلفة، وقد تكون رأيت ذلك في محل بيع أجهزة التلفاز، حيث ترى جميع الأجهزة تعرض نفس البرنامج ولكن بألوان مختلفة على كل جهاز. هناك عدة أمور تقوم بها لتساعد الفوتوشوب على جعل اللون ثابتا بالنسبة لك
وإحداها هي ضبط إعدادات اللون بشكل مناسب. وقبل ذلك أنا أنصحك بالخروج وشراء جهاز يسمى مقياس اللون، وهو جهاز يشبه في شكله الماوس. وهو يأتي مع برنامج خاص به، حيث يقوم البرنامج باستخدام الجهاز ليقيس كيف تعيد شاشتك إنتاج الألوان في لحظة من الزمن. وقد يكلفك الأمر بضع مئات من الدولارات لجهاز قياس جيد، وهو يستحق ذلك إذا أردت أن تكون الطباعة مماثلة لما تراه على الشاشة. الآن دعني أريك كيفية ضبط إعدادات اللون بفتح مربع الحوار الخاص بذلك. من القائمة في الأعلى Edit ثم اختيار Color Settings، وسيظهر مربع الحوار الذي قد لا يريح معظم المستخدمين، حيث توجد الكثير من الإعدادات الصعبة الشرح. إن موضوع إدارة اللون هو موضوع مهم، وليس عليك التعامل مع كل إعداد بشكل مستقل. ففي الحقل المسمى Settings توجد إعدادات مسبقة الضبط تتحكم بكل إعدادات التي تحتها. لذا إذا كنت تحضر الصور للطباعة غير الخيار إلى North America Prepress 2، وإذا كنت تعمل في مجال الويب غير إلى الخيار North America Web Internet. عندما تختار North America Prepress 2 فإن هذا الخيار يضبط مساحة العمل الخاصة بك إلى نظام RGB لتعديل صور RGB إلى نظام الألوان أدوبي RGB 98، والخيارات هنا مناسبة عند العمل في مجال الطباعة لأنها تؤمن الكثير من الألوان. وباختيار North America Prepress 2 يغير أيضا بوليصة إدارة اللون، وهي عمليا قواعد لكيفية التعامل مع اللون في أي ملف تفتحه في أي ملف جديد. وبدل أن أحاول الشرح كيف يعمل ذلك، دعني أريك ما جرى بعد أن قمت بهذه التغييرات. سأضغط OK للقبول بالتغييرات، وسأنتقل من الفوتوشوب إلى البريدج بالضغط على أيقونة البريدج في شريط البرنامج في أعلى الشاشة. وإذا لم يظهر شريط البرنامج توجه إلى قائمة فايل ثم اختيار براوز إن بريدج. وفي البريدج انتقلت إلى مجلد تمارين على سطح المكتب الخاص بي، وفي المجلد شابتر 03 Basics سأنقر على المصغرة ذات الاسم Flat Iron Adobe RGB.bsd لفتحها في الفوتوشوب. وها قد تم فتح الصورة، والدرس الذي عليك تعلمه هو عند القيام بفتح صورة تم إنشاؤها أو رسمها بنفس النظام اللوني المماثل لمساحة العمل فلن ترى أي رسائل أو أحداث خاصة عند فتح الملف. وإذا نظرت إلى أسفل هذه الصورة بالتحديد سترى إشارة إلى أنها بالفعل قد رسمت بنظام ألوان أدوبي RGB 98. وإذا لم ترى ذلك اضغط على السهم على يسار حقل المعلومات واختر Show ثم اختر Document Profile. الآن سأغلق الصورة وسأعود لأفتح صورة أخرى في البريدج، وهي Orchid srgb.bst، وهذه الصورة موسومة بنظام لوني مختلف عن نظام RGB الذي حددناه في الفوتوشوب، وهذه الصورة هي بنظام srgb. سأنقر على المصغرة مرتين لفتحها في الفوتوشوب. عندئذ تظهر رسالة تخبرني أن هناك عدم تطابق بين أنظمة اللون في الصورة وهي srgb ونظام اللون في بيئة العمل، وسيسأل ما أود القيام به. وهذا يعتمد على مصدر الصورة، ولنقل أنها من الكاميرا الرقمية، والعديد من الكاميرات الرقمية تستخدم نظام srgb مع الصور، وهي ليست بالضرورة مناسبة للعمل لأن المصورين يحبون الحصول على أكبر كمية من الألوان. لذا عند التعامل مع صورة كاميرا قد ترغب بتحويل الألوان إلى نظام أدوبي RGB بالضغط هنا. أما إذا حصلت على الصورة من مصور آخر قام بدمج نظام srgb بالصورة عمدا، قد ترغب باستخدام ذلك النظام لتبدو الألوان مشابهة لألوان المصور المفضلة على شاشته. ولكني سأحول مساحة العمل الآن وأضغط OK، وستفتح الصورة التي اخترتها. وبالنظر إلى حقل المعلومات سأرى أن النظام فعلا تغير إلى أدوبي RGB. لنغلق الصورة هذه الآن ولنقوم بفتح صورة ثالثة، وهي الحالة الثالثة التي قد تعترضك.
فعندما تملك صورة كهذه في البريدج ليس لديها نظام ألوان مدمج بها، سأنقر مرتين عليها دور untag.bsd وستظهر رسالة مفادها أن هذه الصورة ليس لديها أي نظام لوني مدمج بها، وأنا أحب أن أختار بشكل مرئي نظام الألوان الخاص بالصورة، لذا سأختار leave as is don't color manage، ثم سأختار نظام اللون من داخل فوتوشوب، لذا سأضغط على OK وستفتح الصورة في الفوتوشوب ولن ترى بالفعل وجود نظام لون، لذا سأتجه إلى القائمة في أعلى الشاشة Edit وأختار Assign Profile وهو الخيار الأفضل في هذه الحالة وإضافة نظام ألوان للصورة، ثم أضغط OK. على التحذير الذي سيظهر وهنا في مربع الحوار الظاهر سوف أختار خيار Profile، ثم سأستعمل القائمة المنسدلة لاختيار النظام الذي أريد دمجه بهذه الصورة، وأنا مهتم فقط بالأنظمة فوق الخط المتلاشي في الأعلى، وسأنتقل بينهم الواحد تلو الآخر لأرى النتائج على صورتي، لذا هذا ما ستبدو عليه مع أدوبي RGB 98 وهي مناسبة كما أرى، وأنا أرغب في هذا النظام. لنجرب الآن Apple RGB وفي هذه الحالة سأحصل على نتائج غير مرضية. أما إذا اخترت sRGB فستبدو أكثر سوءا لضيق نطاق الألوان فيه، لأنه يؤمن عددا أقلا من الألوان. أما Protophoto RGB هو من الخيارات الأخرى ولكنه في هذه الحالة يبدو مشبعا زيادة، كما أن Color Match لا يبدو سيئا على الإطلاق. وفي هذه الحالة سألتزم بأدوبي RGB وأضغط OK، وهذه هي الطريقة التي أوصي بها للتعامل مع مربع الحوار هذا، ثم التعامل مع الصور التي تطابق أو لا تطابق مساحة العمل التي ضبطتها في إعدادات اللون في الفوتوشوب. إذا كنت تتابع معي من خلال ملفات تمارين في هذه الدروس قد تود العودة إلى إعدادات اللون من القائمة Edit Color Settings وتغيير الضبط المسبق إلى الافتراضي وهو North America General Purpose 2، وهكذا لن تتلقى تحذيرات عند فتح معظم الصور من مجلدات تمارين. ما تعلمناه هنا هو ليس كل شيء في إدارة اللون، وسيكون هناك مهام أخرى عندما تقوم بحفظ وطباعة صورك، وسأتحدث عن ذلك في دروس قادمة حول الحفظ والطباعة. سوف تمضي الكثير من الوقت في الملاحة ضمن صورك في الفوتوشوب، كالتكبير للحصول على التفاصيل والتصغير لرؤية كامل الصورة، والتنقل ضمن الصورة المكبرة لرؤية أجزائها المختلفة. وبفضل تقنية OpenGL المدمجة مع نسخة CS4 أمدى الزوم والتنقل أكثر متعة وأكثر سرعة من ذي قبل. لنرى كيف يعمل الزوم. أنا أعمل على صورة معروضة على شاشتي بنسبة تكبير 33.3%، كما ترى في شريط الصورة، ولنقل أنني أريد التقريب أكثر. سأختار أداة الزوم من مربع الأدوات أو سأضغط زد من لوحة المفاتيح لاختيار هذه الأداة، ثم سأضغط ضمن الصورة، وفي كل مرة أضغط أقوم بالتقريب أكثر، والتأكد من أنك قد فهمت جيدا. أنا لا أقوم بتغيير حجم الصورة وإنما حجم التكبير الذي أعرض من خلاله، وإذا قربت كثيرا جدا سأستطيع رؤية شبكة من البكسلات وهي البنى الأساسية التي تصنع الصورة. والتصغير سأضغط على زر Alt على لوحة المفاتيح وأضغط ليتم التصغير بشكل متدرج مع كل نقرة. والآن ها هو الجزء الممتع. إذا كان لديك OpenGL مفعل على جهازك فالتكبير كل ما عليك فعله هو اختيار أداة الزوم، ثم قم بالضغط المستمر على الماوس لتحصل على تكبير مستمر كهذا حتى أعلى مستوى، والتصغير باستمرار اضغط زر Alt مع الضغط المستمر على الماوس وستحصل على الزوم المستمر، وهذا جميل. لاحظ أيضا حتى عند التكبير لنسبة فردية كالآن عند نسبة 32.3% فإن كل التفاصيل تبدو جيدة ولن ترى حواف مزعجة، وهذا الأمر ما كان ليتم دون تقنية OpenGL. والاستغلال الميزات المعتمدة على هذه التقنية يجب أن تملك بطاقة إظهار تدعم OpenGL بالإضافة لنظام تشغيل يدعم تلك التكنولوجيا، إما ويندوز فيستا أو ماك 10.4. هناك بعض الاختصارات فيما يخص الزوم
وأحدها هو أنه بدل الانتقال واختيار أداة الزوم يمكنك اختيار الاختصارات، والاختصار هو بالضغط على زر كنترول زائد زائد للتقريب وباستخدام كنترول زائد ناقص من لوحة المفاتيح للتصغير. كما يمكنك استخدام الزوم من شريط البرنامج الجديد هنا في أعلى الشاشة. سأقوم بالتكبير من جديد لأريك ما يحصل عند التقريب لترى جزء من الصورة ليس ظاهرا حاليا، وعندها ستحتاج أداة اليد للتنقل عبر الصورة، حيث يمكنك اختيارها إما من مربع الأدوات أو يمكنك التبديل مؤقتا إليها بغض النظر عن الأداة التي تستخدمها بالاستمرار بالضغط على شريط المسافة، فيتحول مؤشر إلى رمز اليد، وعندها استمر بالضغط والسحب. يمكنني تحريك الصورة ضمن نافذتها للوصول إلى الجزء الذي أريد. هناك ميزة جديدة فيما يخص أداة اليد تدعى Bird Eye Zoom. سأضغط زر H وأستمر بالضغط، ثم سأنقر وأستمر لأرى مربع متلاشي حول المؤشر، فإذا حركت المربع للأعلى سيشير للمنطقة التي سأكبرها عندما أحرر الماوس، وبعدها أحرر الضغط على زر H، وهذا يقوم مقام نافذة الملاحة القديمة، لأنه يمكنك الملاحة حيث تريد باستخدام الزوم بالطريقة الجديدة. هناك ميزة أخرى وهي التنقل باستخدام النقر ثم الترك. سأضغط على شريط المسافة لاستحضار أداة اليد مؤقتا، وبدل النقر والسحب بالماوس سأنقر وأسحب وأترك الماوس، وسأنتقل ضمن الصورة إلى اليسار حتى عندما لا يكون إصبعي على الماوس. وهنالك الآن شيء آخر وهو استخدام الزوم مع أكثر من صورة مفتوحة في نفس الوقت. يمكنك رؤية أن لدي صورة أخرى ضمن النافذة المشتركة، ولأتمكن من رؤية كلا من الصورتين سوية سأتوجه إلى شريط البرنامج إلى قائمة Arrange Documents، وسأختار الوضع الأفقي 2 Up. ففي الصورة العلوية تزيد نسبة الزوم عن 100%، أما الصورة السفلية الزوم فيها 50%. سأستحضر أداة اليد بالضغط على شريط المسافة، وسأضغط داخل الصورة السفلية وأرفعها للأعلى لأتمكن من رؤية الزاوية السفلية اليمنى، لأن ما أريد أن أريك إياه هو أنه يمكنك المطابقة بسرعة بين الموقع ومستوى الزوم بين الصورتين لتتمكن من مقارنتهما. والقيام بذلك سأعود إلى قائمة Arrange Documents، وسأختار Match Zoom and Location، وسأرى فورا الزاوية السفلية اليمنى من الصورة العلوية ضمن نفس مستوى الزوم وهو 50%. وأخيرا إذا أردت التنقل ضمن الصورتين سوية سأضغط على Shift مع شريط المسافة ثم النقر والسحب في إحدى الصورتين للتنقل فيهما معا، وكما ترى أصبح الزوم والتنقل أكثر فعالية بالاستفادة من تقنية OpenGL، وهي ميزة ستستخدمها دائما عند العمل في الفوتوشوب. لذا تدرب على هذه التقنيات الجديدة للتعامل مع صورك كمحترف. قد تود أحيانا مشاركة صورك بأحجام مختلفة، وقد ترغب بنشرها بحجم أصغر على شبكة الإنترنت. لذا قبل تغيير حجم الصورة فمن المهم فهم كيفية تعامل الفوتوشوب مع الحجم فيما يخص الدقة. لتغيير حجم صورة ما اختار من قائمة Edit الأمر Image Size، والآن سترى الحجم الحالي للصورة كما أنني سأرى هنا الأبعاد بالبكسل. وكل صورة من المعروف أنها مؤلفة من وحدات صغيرة تحوي معلومات اللون وهو ما يسمى بالبكسل. وفي الأسفل سوف أرى حجم الصورة فيما لو طبعت بالإنش. لاحظ فإن حجم الطباعة كبير بأبعاد 16 إنش عرض و25 إنش ارتفاع، وهذه نتيجة أن الصورة صورة كاميرا رقمية معدل 72 بكسل في كل إنش، وهي في الواقع دقة منخفضة للطباعة. لذا أريد زيادة الدقة إلى 300 بكسل في الإنش، وهي الدقة الأفضل فيما يتعلق بالطباعة. وهذا الرقم قد يتغير بتغير نوع الطابعة وتغير الصور، ولكن 300 بكسل بالإنش هو رقم وسطي جيد. والآن لتغيير الدقة علي إلغاء تفعيل الخيار Resample Image. والآن عند تغيير الدقة من 72 بكسل في الإنش إلى 300 بكسل في الإنش، فإن العرض والطول سيتم تخفيضهما، ولكن كما ترى
فلا يزال لدي نفس الطول والعرض ونفس الحجم. فأنا قمت بإنشاء تركيبة جديدة خاصة بالدقة و... والآن لنقل أنني أريد نسخة من الصورة بأبعاد 2 ضرب 3 إنش وبدقة 300 بكسل في الإنش. لذا علي تفعيل خيار Resample Image، وعندما أغير أي من هذه الحقول فإنني سأهمل بعض المعطيات. لذا سأغير العرض إلى 3 فيتغير الطول إلى إنشين فيما بقيت الدقة، ولكن في أعلى مربع الحوار سأرى أنني أهملت بعض المعطيات. فعندما أغير الحجم الكلي فإنني أريد التأكد أن الفوتوشوب يقوم بذلك بأفضل صيغة. عندما يقرر أي من المعطيات سيهمل، لذا سأنتقل إلى الأسفل وسأرى أنني عندما أغير الحجم ليصبح أصغر فالصيغة الأفضل هي By Cubic Sharper. الآن صورتي جاهزة للطباعة بأبعاد 2 ضرب 3 إنش وضمن دقة مناسبة للطباعة. هناك شيء آخر عليك الانتباه إليه في تغيير الحجم، وهو أنه يمكنك إنقاص الحجم، ولكن كن حذرا عند تكبير الحجم، وعند قيامك بذلك فإنك تطلب إضافة معطيات إضافية لملء الفجوات. فإذا أردت تغيير حجم صورك تذكر هذه التقنيات والتعليمات لكي تحصل على الحجم المناسب دون تخريب الجودة. ستحتاج أحيانا إلى إضافة مساحة إضافية لصورتك دون تغيير الحجم الفعلي. إذا أردت على سبيل المثال إضافة حاشية على الجوانب أو لإضافة مساحة فارغة في الأسفل لكتاب التاريخ أو عنوان، لذا اتجه إلى قائمة Image ثم اختار الأمر Canvas Size وليس Image Size، وفي مربع الحوار تأكد من تفعيل الخيار Relative ثم اكتب الحجم المراد إضافته في حقلي الطول والعرض. لذا سأضيف 2.5 إنش في الطول والعرض، وفي مخطط Anchor تأكد أن المربع المركزي ملون بالرمادي ليزيد المساحة في الجهات الأربعة. كما يمكنني الآن اختيار اللون المضاف بين الأسود أو الأبيض أو الرمادي أو بأي لون خلفي أو أمامي من مربع الأدوات، أو يمكنني اختيار أذر لاختيار اللون الذي أريد. سأختار الأسود وسأحصل على حاشية سوداء. وإذا أردت إضافة مساحة أكثر في الأسفل لإضافة عنوان على سبيل المثال، سأختار من قائمة Image Canvas Size وأفعل خيار Relative، ثم سأضغط على السهم العلوي ليزيد الفوتوشوب المساحة فقط في الأسفل وليس في الجانب والأعلى. وهنا لن أضيف أي عرض، وسأضيف نصف إنش في الأسفل فقط، وسأترك اللون على الأسود. والمهم أنني أضفت الحاشية دون تغيير الحجم وحصلت على نتيجة جيدة ومكان مناسب لكتابة المعلومات عن الصورة. هناك ميزة جديدة في الفوتوشوب CS4 فيما يخص الرسم، وهي أداة Rotate View المستخدمة لتدوير الحاشية بدل تدوير الصورة. سأتجه الآن إلى شريط البرنامج في أعلى الشاشة، ومن ثم سأنقر على الأيقونة لاختيار هذه الأداة. كما يمكنني القيام بذلك بطريقة أخرى من خلال أيقونة في مربع الأدوات. سأسحب الآن ضمن الصورة لليمين وستتحرك الحاشية لليمين، وهذا شيء ممتاز يمكن القيام به لأنه يعكس منصة الرسم كما هي على مكتبي. عند التدوير ستحصل على البوصلة التي تؤشر لشمال الصورة عند تدويرها، وإذا عرفت الزاوية تماما يمكنك كتابتها في خانة الزاوية في شريط الخيارات. وللعودة اضغط Reset View، وهذه ميزة جديدة في الفوتوشوب CS4 تستفيد من تقنية OpenGL. لكن انتبه
إنه عند التدوير فأنت تدور الحاشية مؤقتا عند العمل على الصورة. أما إذا أردت التغيير بشكل فعلي عليك اختيار قائمة Image ومن ثم اختيار الأمر Image Rotation واختيار أحد الخيارات كالتدوير بزاوية 90 درجة مثلا، ويمكنني الحفظ والطباعة هكذا. ولكن إن لم ترغب بالتدوير الفعلي يمكنك القيام بذلك بشكل افتراضي باستخدام الأداة الجديدة Rotate View. هناك أدوات كثيرة تستعمل اللون، لذا لنتعلم كيفية اختيار اللون. في أسفل مربع الأدوات حيث يوجد حقلان، الأول للون الأمامي والثاني للون الخلفي. فاللون الأمامي هو اللون الذي ستستعمله الفرشاة. فإذا رسمت على سبيل المثال بالفرشاة سأحصل على طلاء أحمر. هناك لون خلفي يستخدم في الدمج مع لون الخلفية كالتدرج اللوني. فإن اخترت أداة التدرج في الأعلى ثم ضغطت وسحبت على الصورة سأحصل على تدرج الأحمر للأخضر. سأتراجع عن ذلك الآن. وإذا أردت العودة للألوان الافتراضية أي الأسود والأبيض فهناك اختصاران مفيدان لذلك. الأول هو الضغط على زر دي الذي يجعل اللون الأمامي أسود، وإذا أردت الأبيض كلون خلفية سأضغط إكس. والآن للحصول على لون خاص باللون الأمامي هناك أربع طرق، من خلال أداة اختيار اللون ولوحة اللون ولوحة السواتش وأخيرا أداة القطارة. أولا أداة اختيار اللون من خلال الضغط على مربع اللون الأمامي لنحصل على مربع الحوار هذا، حيث الشريط في الوسط يظهر حاليا ترتيب الألوان حسب هو، حيث يشير حرف H إلى الكلمة. فإذا أردت اختيار أزرق سأضغط على الشريط للوصول إلى المنطقة الزرقاء، ثم سأختار درجة لون للأزرق الذي أريد حيث يظهر اللون المختار في المربع الكبير هنا. وإذا أردته سأحفظ التغييرات. ولكن قبل ذلك يمكننا تحديد اللون بطرق أخرى من خلال هذه النافذة. فإن فضلت رؤية اللون حسب الإشباع سأنتقل لحرف S، حيث إشباع الألوان أكثر في الأعلى من الأسفل. كما يمكنني الرؤية حسب السطوع، فيمكنك رؤية أن درجة السطوع أكثر في الأعلى من الأسفل. وهناك طرق أخرى حيث تمثل الأحرف R و G و B نظاما للألوان، وهو أحد أنظمة وصف اللون الأكثر استخداما عند التعامل مع الصور. كما يوجد نظام آخر للألوان وهو النظام CMYK، أي نظام الأزرق والأرجواني والأصفر والأسود، وهو المستخدم في الطباعة والإعلام. ونحن سنعمل غالبا في نظام RGB، ويمكنك الاختيار بين R و G و B لرؤية الألوان بطرق مختلفة لأخذ فكرة عن الألوان التي تبدو جميلة سوية. وما إن أختار اللون سيظهر اللون في مربع اللون الأمامي ويمكنني استخدامه في الصورة. فقد أستخدم الفرشاة لأرسم قليلا من الأزرق. الطريقة الأخرى لاختيار اللون هي لوحة اللون، وبما أن الصورة بنظام RGB ستعرض لوحة اللون ثلاثة أشرطة، كل قناة لون الحمراء والخضراء والزرقاء. أستطيع السحب للحصول على اللون الذي أريده حيث يظهر في مربع اللون الأمامي في لوحة اللون وأيضا في مربع الأدوات. كما يمكنني استخدام مقياس الطيف في أسفل لوحة اللون للوصول إلى منطقة اللون. فإذا أردنا الأصفر سأنقر هنا وأسحب للحصول على اللون. وأخيرا سأريك لوحة العينة التي تؤمن بديل آخر لاختيار اللون، ولاستخدامها أنقر على عينات الألوان وعندها سيتغير اللون الأمامي في مربع الأدوات. إذا ضغطت على قائمة اللوحة سوف تجد العديد من مجموعات العينات المسبقة الضبط التي يمكنك تحميلها. سأختار إحداها عشوائيا الآن، فيما إذا أردت استبدل العينات الحالية أو إضافتها ليصبح لدينا عينات لون أقل إشباع للاختيار. هناك طريقة أخرى لاختيار اللون وهي باستخدام أداة القطارة والموجودة في شريط الأدوات. سأضغط عليها، والآن عند
عندما أنتقل إلى الصورة وأمرر الأداة عبرها سأحصل على ألوان مشابهة للون تحت القطارة، وسيظهر اللون الذي اخترته كلون أمامي، وهي طريقة جيدة لاختيار اللون. وبالتالي هذه طرق أربعة لاختيار اللون لاستخدامه. أولها اختيار اللون من مربع اللون الأمامي، ولديك لوحة اللون وعينات اللون وأداة القطارة. هنالك عدة أدوات تقوم باستخدام رأس الفرشاة، وليس فقط الفرشاة ولكن كل أدوات تصحيح الصور، مثل Healing Brush, Clone, Stamp and Toning Tools. لذا عليك معرفة كيفية تغيير حجم وقساوة رأس الفرشاة. لقد اخترت أداة الفرشاة ها هنا، ولتغيير القساوة والحجم سأنتقل إلى شريط الخيارات وأنقر هنا، ثم سأسحب المنزلقة لتغيير الحجم، ثم سأسحب المنزلقة الأخرى لتغيير القساوة. فالفرشاة القاسية لها حواف محددة جيدا، والناعمة لها حواف مبهمة، ويمكنك رؤية العينات بين الفراش الناعمة والقاسية. ومشكلة استخدام متحكمات رأس الفرشاة هي أنها لا تعطي مظهر مصغر لما سيكون عليه شكل الفرشاة. لذا سأنقر في مكان فارغ من شريط الخيارات للإخفاء، ومن الصورة سأغير حجم وقساوة رأس الفرشاة عند استخدامها من خلال استخدام لوحة المفاتيح بالضغط على القوس المربع الأيسر للتصغير والأيمن للتكبير، وبالضغط على شيفت مع المفتاحين السابقين سأغير نعومة الفرشاة من خلال شيفت والمربع اليساري لزيادة النعومة، وشيفت والمربع اليميني لزيادة القساوة. فهي الفرشاة القاسية، وبعدها سأجعلها أكثر نعومة، وسأرسم باستخدام الفرشاة الناعمة. عند استخدام الفرشاة الناعمة لا يمكنني التمييز أين سيتم الرسم بشكل دقيق. لذا هناك ميزة جديدة في نسخة CS4 للمساعدة، وهي مستعرض الفرشاة المعتمد على تقنية OpenGL التي ستتمكن من استخدامها إن كان نظامك يدعمها. لذا سأنتقل بالفرشاة إلى الدائرة ها هنا، وسأرسم فوق الدائرة ولنقدر حجم الفرشاة المستخدمة. ويمكنني استخدام هذه الميزة الرائعة من خلال الضغط على مفتاحي Alt و Control، ومن ثم النقر بالزر الأيمن للماوس، ومن ثم السحب في المنطقة المرادة. وعند السحب سأرى عرض بالأحمر عن المظهر الفعلي الذي سيبدو وكيف سيتلاشى عند الحواف. وعند تحرير الماوس لن أترك أثرا، وما رأيته هو عرض فقط، والآن يمكنني الرسم ومعرفة تماما أين يتم ذلك ومدى النعومة. فإذا كنت داعما لتقنية OpenGL يمكنك الاستمتاع بهذه التقنية الجديدة. سابقا لم يكن لديك الفرصة للتراجع عن الخطأ، والآن هنالك ميزات جديدة للعودة بالزمن أو حتى التقدم به لإصلاح الأخطاء، مثل أمر التراجع المتعدد. لذا سأختار أداة الفرشاة وأرسم بعض الخطوط هنا على الصورة، ولكي أتخلص منهم سأختار من القائمة Edit الأمر Undo، حيث سيخبرك عما تريد التراجع عنه، ويمكنك رؤية اختصار لذلك وهو Ctrl زائد Z. ويمكننا استخدام هذا الاختصار مجددا، وسيعود الخطأ الأخير من جديد. لذا مع هذا الاختصار يمكنك التراجع والإعادة من جديد. أما للعودة للوراء وإزالة الخطين عندها اضغط Ctrl زائد Z، والعودة للوراء مجددا اضغط مفتاح Alt مع الضغط على Ctrl زائد Z. وهنا نرى أن التراجع هو أمر مفيد، ولكنه قد يربكك إن أردت التراجع كثيرا. لذا سنستخدم ما يسمى بلوحة التاريخ، وهي موجودة على اليمين.
حيث قمت بتفعيلها من قائمة ويندو ثم وضعتها ضمن عمود اللوائح. تحتفظ لوحة التاريخ بسجل مستمر بكل خطوات العمل. فمثلاً سأتجه إلى مربع الأدوات وسأختار أداة Sponge Tool ومن شريط الخيارات سأختار Saturate بدل Desaturate لأتمكن من زيادة كثافة اللون في مساحة صغيرة من الصورة. ثم سأنقر وأسحب بضع مرات، وكل مرة أحرر الماوس ستلاحظ حالة جديدة في لوحة التاريخ، وكل حالة هي استخدام للأداة. سأقوم باستخدام أداة القطارة في مربع الأدوات لاختيار لون ذهبي مشابه للحواف حول كلمة جي جي، ثم سأختار أداة الفرشاة وسأجعلها أكبر بالضغط على القوس المربع اليميني في لوحة المفاتيح. وللحصول على عرض مسبق أين سيتم الرسم، سأقوم بالضغط على زر Ctrl و Alt ومن ثم بالزر اليميني للماوس ثم السحب. لاحظ أن أي من ذلك لم يظهر في لوحة التاريخ لأنني لم أقوم بأي تصرف فعلي في الصورة، ولكن عندما أبدأ بالرسم باستخدام الفرشاة باللون الذهبي فإن كل ضربة فرشاة تسجل في لوحة التاريخ. والآن يمكنني العودة واختيار أي حالة أريد لأعيد الصورة لوضعها حين ذاك. لذا إن أردت العودة قبل الرسم باستخدام اللون الذهبي سأتجه إلى هنا وسأنقر على الحالة الأخيرة لأداة الإسفنج. كما يمكنني التقدم بالزمن لأي من ضربات الفرشاة، ولنقل أنني عدت واخترت آخر حالة لأداة الإسفنج. من جديد للتخلص من ضربات الفرشاة لأقوم بشيء جديد، وسأختار من مربع الأدوات في اليسار أداة Burn Tool، والهدف منها حرق أو جعل الصورة أغمق في منطقة محددة. لذا سأجعل الغيوم داكنة هنا، لذا سأنقر وسأسحب عبر الغيوم. وفي لوحة التاريخ لاحظ كل مرة أسحب أحصل على حالة جديدة، ولكن كل الحالات الخاصة بأداة الفرشاة قد اختفت إلى الأبد، لأنه عندما تعود وتختار مسار عمل جديد فستغير السجل في لوحة التاريخ. ويمكنك دائما العودة إلى المربع الأول للصورة في بداية العمل عند فتحها للمرة الأولى، وذلك لأقارن كيف كانت صورتي في البداية والنهاية. فبالضغط هناك يمكنني رؤية الصورة الأصلية، وبالعودة للحالة الأخيرة سأرى الصورة النهائية. فإن أعجبتني يمكنني أخذ لقطة من أيقونة الكاميرا في أسفل لوحة التاريخ والضغط عليها، ويمكنني إعطاء اللقطة اسم له معنى كتسميتها Saturated and Burned. وهكذا تستخدم لوحة التاريخ لحفظ صورتك في أي وضع. والعودة بالزمن جيئة وذهابا للحصول على المرونة التي تحتاجها عند استخدام الفوتوشوب CS4. إن حفظ الملفات من الأشياء التي ستكررها، وهناك أشياء يجب معرفتها لحفظ أعمالك ضمن الفوتوشوب. سأقوم بالتغيير في الصورة باستخدام أداة الحرق لأريك أنه حين القيام بأي تعديل في الصورة لاحظ أن شريط الصورة يحوي علامة نجمية تعني أنه يجب الحفظ بسبب وجود تعديل جديد. فمن القائمة فايل سأختار Save أو Save As. انتبه في حال اختيارك Save لأنك ستحفظ فوق النسخة الأصلية، وإلا قم باختيار Save As وسيفتح مربع حوار الحفظ باسم لتفادي الحفظة فوق الملف الأصلي. يمكنك تغيير أي من الخيارات لتغيير الاسم أو الموقع الذي سيتم حفظ الملف فيه أو تغيير صيغة الملف حتى. وإذا قمت بتحديد نظام لوني خاص كما ذكرت سابقا فسترغب بترك هذا الخيار مفعلا لضمان دمج النظام اللوني مع الصورة.
لنلقي نظرة موجزة إلى حقل الصياغ التي تحوي صيغ الصور. وأول خيار هي صيغة ملفات الفوتوشوب PSD التي ستحفظ كل الطبقات والميزات التي أضفتها للصور كالعناصر الذكية والطبقات المعدلة. ولحفظ كل ذلك بشكل دائم أنصحك بحفظ صورتك بصيغة PSD ومن ثم القيام بنسخ أخرى عن الصورة الأصلية. ومتى اخترت الصيغة يمكنك الضغط على زر الحفظ لتختفي العلامة النجمية. وبالنسبة لصيغ الصور فالصورة التالية التي قمت بفتحها هي صورة بصيغة JPG وهي صيغة جيدة للحفظ لحفظ الصور من خلال ضغط معلومات الصورة. لكن هذه الصيغة لا تحفظ الطبقات كما أنها صيغة تفقد المعطيات، لذا لن ترغب باستخدامها دائما لأنه سيتم تجاهل معطيات من الصورة كل مرة. ولكنها صيغة جيدة إن رغبت بضغط صورة صغيرة لإضافتها لبريد إلكتروني وفي الويب، وهذا ما سأشرحه لاحقا ضمن الدروس. لدي أيضا صورة تيف وهي اختصار لتاجد إيميج فورمات، وهي مستخدمة من قبل المصممين في إنديزاين وكوارك إكسبريس. وعلى عكس الجي بي جي فإن تيف صيغة لا تفقد المعطيات، لذا يمكنك الحفظ باستمرار وهي تحافظ على الطبقات. والصيغة الأخيرة هي جيف وهي اختصار Graphic Interface Format والمستخدمة في الويب، وهي تحتوي على الأكثر 256 لونا وهي لا تحفظ الطبقات مثل صيغ أخرى. وسأتحدث عن حفظ الصور للويب لاحقا، ولكن هذا موجز للصيغ الرئيسية للصور المفضل استخدامها عند حفظ الصور في الفوتوشوب. في معظم الأحيان ستتعامل مع صور موجودة مسبقا، ولكن قد ترغب بإنشاء صور جديدة من خربشتك الخاصة. فمثلا إن كنت تصمم للويب وترغب بإنشاء صورة فارغة لسحب الصور إليها، اتجه إلى القائمة فايل ثم اختار الأمر New، وفي مربع الحوار يمكنك تسمية الملف أو الانتظار ريثما تحفظه. يمكنك تحديد طول وعرض ودقة للصورة، أو يمكنك اختيار نموذج مسبق الضبط مثل US Paper وهو سيقوم بملء الخانات عنك. قم باختيار واحدة القياس من بين الإنش أو البكسل أو غير ذلك، وتأكد من أن الدقة مناسبة لإخراج الصورة. فإذا أردت الطباعة فسيكون 300 بكسل في الإنش خيارا مقبولا. أما في عمل الويب فأنا أقترح تغيير الواحدة إلى البكسل، ثم حدد الأبعاد بشكل دقيق، وعندها لن يهم حقل الدقة لأن الدقة تعني في النهاية عدد البكسلات المخصصة لكل إنش كما ترى هنا في حال طباعة الصورة. الآن سأعيد واحدة القياس إلى الإنش وسأتابع لاختيار نمط اللون، وأنا أنصح باستخدام ألوان RGB في معظم الأحيان والمعتمد على الأحمر والأخضر والأزرق حتى في حال وجود الأسود، لأن هذا النمط لديه ثلاث قنوات معلومات مقارنة مع أنماط لونية. والخيار الآخر المخصص للطباعة وهو CYMK حيث ستضطر إلى التحويل له في النهاية، ولكنني أنصح باستخدام نظام لون RGB لتتمكن من الوصول لكل ميزات التعديل، وبعدها يمكنك التحويل. يمكنك الآن اختيار العمق اللوني وهو يحدد كمية معطيات اللون في كل بكسل من الصورة، والخياران هما 8 أو 16 بت، وأنا أنصح باستخدام 8 بت لإنشاء صورة من خربشة، على الرغم من أن 16 بت ستعطي معطيات أكثر فلن ترى الفرق خاصة عند إنشاء الصور، وسيكون حجم الصور أكبر في نظام 16 بت منها في صور 8 بت. الخيار التالي هو لون الخلفية، يمكنك اختيار الأبيض أو الأسود أو الشفاف، والشفاف مفيد عند العمل للويب.
وبغض النظر عن اختيارك يمكنك دوما تغيير لون الخلفية. قد تجد منطقة الخيارات المتقدمة Advanced مغلقة، لذا اضغط على السهم للتأكد من النظام اللوني الذي سيدمج مع الصورة، ويمكنك الاختيار من هذه القائمة أو القبول بنظام sRGB، وقد ذكرت ذلك في درس سابق. والحقل الأخير مرتبط في حال إنشاء صور للفيديو، وبعد الانتهاء من هذه الحقول قم بالحفظ لتبدأ مع المستند الجديد ضمن الفوتوشوب.